اهلا بيكم في الحلقه الثالثه من سلسله حكايه مثل. معانا النهارده مثل الكل لعب في الفاظه، محدش رحم امه بصراحه يعني، وهو المتعوس متعوس ولو علقه في هتقول ايه يا لئيم انت وهي. ها لا مش اللي في بالكم. مثلنا هو المتعوس متعوس ولو علقه في رقبته فانوس. ها في رقبته، وهدوا معانا نيتكم كده، هدوا نيتكم شويه. مثلا النهارده بيتقال لاي شخص النحس لازمه زي شعر راسه. خلونا نشوف مع بعض ايه حكايه المثل ده بعد الفاصل، استنونا لان القصه جميله جدا. حكاية مثل المتعوس متعوس ولو علقه في رقبته فانوس. كان فيه في عصر من العصور أخين ميسورين الحال، وعندهم أموال وتجارتهم شغالة زي الفل، لكن الزمن جار على واحد منهم وبقى فقير جدا معدم، بس كان عنده دم حبتين وما بيقبلش المساعدة من أي حد حتى لو كان أخوه. فحب أخوه الغني إنه يساعده ببعض الأموال، ولكن بشكل مش مباشر يعني علشان ما يحرجوهوش يعني كده. فجات له فكرة جهنمية من الفقيقة ده، ويا ريته ما فكر. الدعبوس ده قرر انه يعزم اخوه عنده في البيت في يوم من الايام، وقال انا هحط له صورة فلوس في الطريق اللي هو بيجي منه، بحيث يلاقيها كانه لقى فلوس، وبكده ابقى ساعدته من غير ما احرجه. بجد انا بهتك. وفعلا عمل اللي فكر فيه، ووصل اخوه ليه البيت، لكن اخوه لما وصل ما اتكلمش عن اي فلوس نهائي، فبقى قاعد محتار. فساله انت ما لقيتش فلوس في الطريق كده وانت جاي؟ رد اخوه الفقير وقال له لا فلوس، فلوس ايه ده، انا اصلي رهنت نفسي النهارده اني اجيلك وانا مغمض عينيا، وفعلا نجحت وجيت طول الطريق وانا مغمض عينيا. رد عليها اخوه الغني وقال فعلا المتعوس متعوس ولو علقه في رقبته فانوس. ده طبعا قبل ما يتجلط او يتشل شلل الخماسي من اخوه. ودي كانت حكايتنا وحكايه مثلنا النهارده، واستنونا في حلقاتنا اللي جايه من سلسله حكايه مثل، وحلقة كل خميس الساعة 10:30 بتوقيت مصر. مع السلامة.